والحقيقة احنا هنتكلم على حالات في اللي احنا بنشوفها الحقيقة في الديلي براكتس كجنرال بيدياتريشن، وهي هتبقى 10 حالات. وطبعا الوقت اي وقت احنا ممكن ان احنا هنقفلها. الحالة الاولانية كلنا بنشوف الحاجات ده، هي الحقيقة 5 years old completely normal boy presenting لينا بروتين يورين اناليسز عادي خالص، ما كانش عنده اي مشاكل غير الالبومين كان 1 بلس. What is the most appropriate action اللي انا هعمله؟ يعني انا هبروسيد ان انا هريقشوله خلاص، هدي اعمل الترا ساوند، اعمل كيدني فانكشنز، هاخد بروبر هيستوري، ويتش اوف ذا دولت اللي انا هعمله؟ راي حضراتكم ايه؟ بروبر هيستوري. بروبر هيستوري عشان نقول ان الاجابه بروبر هيستوري، هبص على ده ايه اسباب البروتينوريا. في عندي لسته طويله من البروتينوريا، في منها الترانزينت بروتينوريا اللي اسبابها كتيره جدا زي الفيفر زي الاكسرسايز، وفي عندي حاجات بقى تانية، الدي هيدريشن والسيجرز والهارت فيلير، حاجات كتيره بس بركز على دولت. لو طفل فيفرش او عامل اكسرسايز، وبالتالي لما انا برجع للسلايد اللي قبل كده بروبر هيستوري ريجاردنج ذا تايم اوف كوليكشن، انا انت عملتي تحليل البول ده للولد امتى؟ طبعا ما يبقاش الطفل مورم وعنده مشاكل وهقول كده، بس بتكلم ان هو كومبليتلي كان نورمال. رقم اتنين، لو بصيت على الاسباب ده، هي في سبب كده اسمه بوستشرال او اورثوستاتيك بروتينوري، وده هوت مشهور ولا لا؟ ده يمثل تقريبا 60% of all cases with persistent proteinuria، وبالتالي لا ده دي حاجة مش قليلة. وسببها ايه؟ compression of the left renal vein between the aorta من وراء وال superior mesenteric artery من قدامه، عاملين كماشة عليه، وبالتالي يحصل compression عليه، وبالتالي ال intra renal pressure في left kidney يزيد، وبالتالي يحصل عندي proteinuria وهيماتوريا. طب نعمل ايه في الموضوع اللي عنده orthostatic ده؟ بنطلب منه حاجة تانية، لو سمحت جمعي البول، أو يعني خدي عينة البول أول لما الطفل يصحى من النوم بدون عمل أي مجهود. وللأسف بنصطدم في المعامل إنه يقولوا دايما إحنا عاوزين تاني عينة، كتير دايما يقولوا لنا كده. إحنا فور أسيسمنت أوف بروتينوريا بنطلب أول عينة بول، كما الحال في الناس الديابيتك، وأنا بعمل أسيسمنت أوف ذا مايكرو ألبومينوريا أول عينة بول الصبح وبدون عمل أي مجهود. طيب دي طرق تجميع البول او طرق ان انا بعرف ان في عندي بروتينوريا. زمان كنا بنطلب دي بول 24 ساعه، دلوقتي ما حدش يطلبه، متعب ومزعج ومقرف للاهل وهكذا. امال بنعمل ايه؟ بنقارن حاجه متغيره اللي هي البروتين لحاجه ثابته في البول، ولانها ريشيو ما لهاش يونت اللي اسمها بروتين كرياتين ريشيو، اقل من 0.2 ده نورمال، من 0.2 ل 2 ده بروتينوريا، اكتر من 2 ده هيفي رينج بروتينوريا اللي تمشي مع النفروتيك رينج بروتينوريا او النفروتيك سيندروم. الطفل ده، دي تاني حاله، الطفل ده هو جاي بريزنتنج بكده، وكل اسبوعين ثلاثه شهر نلاقي طفل زي كده، وللاسف الام بتروح اول لما بتروح للدكتور بتاع دكتور الرمد. ليه؟ هو عينيه منفخ، عينيه مورم، هتروح غالبا لدكتور الرمد، ودكتور الرمد هيديها قطرات ومراهم وحاجات بتاعه الالرجي اكيد with no improvement. مش بس المشكله في كده، لو راحت لبعض دكاتره الاطفال بيشخصهم ان هي الرجي بدون اي سبب، ويكون الاكسبلانيشن ان في عندي حاجات مايتس وحاجات انسكس وحاجات انا ما بشوفهاش وبتعمل لي مشاكل. انما العيان ده هو سهل جدا ان انا اشخصه ان هو نيفروتيك سندروم بالتست اللي انا لسه قايله من شويه، يورين بروتين كرياتينين ريشيو هتطلع اكتر من 2، انا شخصت العيان. ايه المشكله في كده؟ ما انا بعد شويه هيبقى عنده جنرالايزد إديما وهيبقى عنده القصه كامله وهدي له العلاج. المشكله لو انا شخصته ان هو الرجي هدي له لو دوز انتي هيستامين وستيرويدز وحاجات زي كده، هيتحسن الورم ولا لا؟ هيتحسن، بس انا ما عالجتش العيان، وبالتالي اخرت الدايجنوزس وحشت البروجنوزس. ودي من النقط المهمه جدا، ان الفيرست اتاك نيفروتيك سيندروم شود بي مانجد بروبرلي من الاول. ودي النقطه الثانيه، عشان بس بيحصل لخبطه، في عندي حاجه كده اللي هي اسمها البومين كرياتينين ريشيو، والالبومين كرياتينين ريشيو دي اللي احنا بنعملها للناس الديابيتكس، اللي هي تقريبا نفس الفكره بتاعه البروتين كريات، بس حضرتك اعرف الارقام دي، اقل من 30 ده نورمال، من 30 ل 300 مايكرو البومينوريا، اكتر من 300 ده بروتينوريا
significant proteinuria اللي هتبل في تحليل البول. First voided sample زي ما قلنا، الناس النفروتك ممكن يكون عندهم عين اكتر من عين منفخه، يكون عنده جنرالايزد اديما سكروتال وليبيال اديما وحاجات بهذا الشكل. المانجمنت بتاعنا يكفي ان احنا نعرف ان البدايه على 2 مللي جرام بير كي جي بير داي بريدنيزولون فور قد ايه بقى؟ مش لما يتحسن، مش ولا 3 4 ايام ولا اسبوع، لا لمده 4 اسابيع، شهر كامل لا يقل عنه. وبعدين بنبدا نسحب بره السكوب بتاع المحاضره بتاعتنا. وهنا الفرق ما بين حد نفروتك اللي على شمال حضرتك والتاني كوشينويد. يمكن الميزه الوحيده لما اشوف الشكل ده اعرف ان الام كومبلاينت للعلاج، بس كده. حضرتك شايف قد ايه هو غير انه كوشينويد ديبريست ازاي؟ دي من النقط الايه المهم. الحاله الثالثه بنت كومبليتلي نورمال، عامله تحليل بول طلع فيه جلوكوز 1 بلس. ممكن تبقى دايابيتك؟ ممكن؟ ممكن. ليه عادي تبقى دايابيتك؟ عادي المان، ممكن تبقى دايابيتك. طيب هنعمل بلاد شوجر صح؟ لازم هنعمل بلاد شوجر. عملنا البلاد جلوكوز، طلع البلاد جلوكوز راندم اقل من 200، ولو كان فاستنج اقل من 126. عرفت انها مش دايابيتك، اعمل ايه بعد كده؟ البنت كومبليتلي نورمال، راحت لدكتور قبل كده طلب لها اورال جلوكوز توليرانس تيست، ده مظبوط ولا لا؟ الاجابه لا. ده كونديشن مشهوره اسمها اسينشال جلوكوزوريا، ودي نتيجه ان الرينال ثريشولد بتاع الكيدنز فور ري ابسوربشن اوف جلوكوز يبقى قليل، وبالتالي يعلى الشوجر شويه ينزل في البول وهكذا. هل البنت دي هتبقى تدخل في دايابيتس؟ الاجابه لا. هل هتدخل في هايبوجلايسيميا من الجلوكوز اللي قاعد ينزل كل شويه؟ برضو الاجابه لا. هنعمل ري اشورنس، مفيش اكتر من كده. الحاله الرابعه دي مهمه برضو، حد كومبليتلي نورمال عنده باس سيلز 1-2 والكالشر مطلعه ستاف اوريس بكولوني كاونت اكتر من 100,000، انا مش كاتبها بس طلعت في المعمل كولوني كاونت اكتر من 100,000 وسنسيتيف للفانكومايسين. ويتش اوف ذا فولوينج؟ هيستوري، كيدني فانكشنز، سونار، ادميت فور اي في فانكومايسين لمده 2-3 وكمل اورال. هيستوري، هيستوري اوف ايه بقى؟ هاو بالظبط كده، الاليه بتاعتها. طب نسمع كلام الام وهقول لحضرتك الكلام اللي الام قالته. يا مدام عملتي التحليل ازاي؟ وعملتيه ليه؟ عملته ليه؟ والله بعمل عادي بطمن على الوقت. عملتيه ازاي؟ كلام الام. بص يا دكتور انا جبت قصريه بس كنت غسلاها كويس وبعدين كبتها في كوبايه المعمل ووديتها في اقل من ساعه. كلام صح وفي النص كلام كتير غلط، ينفع؟ هتحكم على دي؟ هينفع؟ ده كويس انها طلعت ستاف بس، يعني ده حلو جدا انها طلعت ستاف اساسا بس. يبقى انا وتذكر جيدا ان مفيش ابدا يو تي اي تمام بدون بايوري. الكلمه دي عليها كويشن مارك بس في البراكتس صدقني صح. صعب جدا 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 يكون الباسلز نورمال ويكون في عندك كالشر بوزيتيف الا بالكونتامينيشن، فافتكرها كويس. باسلز مهمه وما نقللش من دورها. انا عارف ان بتتقال 70 و80 بس مهمه جدا. اليورين كوليكشن لو طفل كبير كلين كاتش ميد ستريم، لو مش تويلت تريند. الحقيقه الامريكان اكاديمي بتقول قسطره. طب نترجم الكلام ده ازاي فعلا؟ لان انا صعب اقول للام هعمل لك قسطره عشان اشخص يو تي اي. لو انا شاكك جدا ان ده يو تي اي والولد سخن وتوكسيك ركب القسطره وما تتنازلش عن كده. انما لو انت لسه في مرحله الشك خد يورين باج، يورين باج عاديه خالص. لو طلع باس سيلز في الوقت ده هتاخد كلشر بالقسطره غصب عن الاهل وغصب عني وغصب عن كل الناس. يبقى انا هقدر اعتمد على اليورين باج بالديتكشن اوف باس سيلز؟ الاجابه اه، بس في الكالشر الاجابه اكيد لا، لان 60% ريسك اوف كونتامينيشن. طيب الحاله الخامسه بنشوفها كتير للاسف، 7 شهور ولد بريزنتنج بهاي فيفر بقى لها 5 ايام وزوره سليم وكحته سليمه ما عندوش والاير اكزامينيشن بتاعته برضو ما كانش فيها اي مشكله والسي ار بي 120 والسي بي سي فيها لوكوسايتوز. الصوره ده هيت بنشوفها واكاد اجزم ان اكتر من 90% من البيدياتريشن في بدايه حياتهم اتعرض للقصه دي
والسيناريو بيحصل ازاي؟ ان انا دلوقتي جاي للطفل 7 شهور وانا في بداية حياتي ولسه مش واثق من نفسي قوي، بصيت على زور الولد والحرارة 39 انا قايسها. طب هطلع اقول لها ايه؟ هقول لها ايه؟ ما انا ما اقول لها ما فيش سبب. طب ما زور، وزوره ده متداري مش هتشوف وراي، وهقول احتقان وليس التهاب، كلمة برضو خفيفة وتأدي الغرض في القصة دي. طب هتعمل له ايه الاكشن بتاعه؟ المفروض بقى اعمل له ايه؟ يورين اناليسيس. النايس جايد لاينز هجيبها لحضراتكم دلوقتي قايلنا الكلام ده. اليورين اناليسيس بتاع الولد ده طلع كده، تعمل له ايه؟ اعمل له والكالشر هاخدها بايه؟ استر. رافضه لازم هتعملها، لازم مفيش اي بدائل. طبعا طبعا في نقطه، لو هي قادره تعمل كلين كاتش ماشي اوكي، ويقدر يتعمل حتى في النيونيتال بيريد، اقول للام رضعيه والاب ماسك الكوبايه ومعلش دايركتنج البينس ناحيه الكوبايه بدون ما يلمس الكوبايه، اكروباتات بس بتتعمل، ها ولا ركب لك قسطره، بتنفع القصه دي؟ بتنفع. طيب عملنا الكالشر، ايه اللي بعد الكالشر لازم اعمله؟ لازم حضرتك حط نفسك في العياده، لازم اعمل ايه؟ سونار. لازم ما عندهمش فلوس، مش بتاعتي، ما يصعبش عليك العيان، افهم الكلمه صح. لازم عملنا السونار الحقيقه، طلع في عندي هايدرونيفروزس بايلاترال بيلفيك دايلاتيشن. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الحقيقه طالما اب نورمال سونار في فيبرايل يو تي اي، لازم اعمل التست السخيف اللي لازم اركب فيه قسطره واحقن صبغه من تحت، اللي اسمه في سي يو جي فويدنج سيست يوريثروجرام او ميكتيوريتنج سيست يوريثروجرام. عملناه طلع في يو ار، زي ما في جاسترو اسوفجيال في فيزايكو يوريتريك ريفلكس. البتاع ده هوت المفروض البلادر بس اللي تبان، الكليتين واليوريترز بانوا، كبرنا الصوره بالشكل ده هوت، يبقى في عندي بايلاترال فيزايكو يوريتريك ريفلكس. وبسؤال الام اللي ابنها عنده 7 شهور قالت لنا ان كان عنده ريكرنت اتاكس اوف فيفر قبل كده، ورحت اكتر من مره للدكتور، بس في دكتور كان شاطر جدا وقام قايل لي كلمه بصراحه، الاحتقان اللي عنده ده ما يفسرش الحراره العاليه. طب احنا زعلانين منه لانه هو عدى نص الطريق، كان فاضل له بس يعمل النايس جايد لاينز اللي بتقول ايه؟ في اي ان اكسبليند فيفر حراره 38 او اكتر وانت مش لاقي لها سبب، لو سمحت اعمل يورين تيست لازم. طيب لو في سيمتومز طبعا اكيد منطقي. طبعا الجميله في النايس جايد لاينز كاتبه الكلمه دي قايله ايه؟ ما تعملش لو في الترناتيف فوكس، يعني واحد بيكح وينف ويعطس ويسل هعمل له ليه؟ ملهاش اي معنى. طيب ودي درجات الريفلكس المختلفه، الصور دي كلها الاطفال عندهم ريفلكس درجات مختلفه. الحاله السادسه الحقيقه كلنا بناخد بالنا من ظهرهم صح ومن دماغهم صح، بس بننسى الريكتم والبلادر، بننسى البلادر لغايه ما يحصل ريفلكس وريفلكس نيفروباثي ورينال سكارينج، ويقول لنا عند 5-6 سنين ويمكن قبل كده برينال فيلير اند ستيج. اعمل ايه يعني؟ ابقى اعمل يورين اناليسيز واعمل الترا ساوند كجزء من الفولو اب بتاع دولت حتى لما يتصلحوا. اللي بعد كده البنت دهيت عندها جنرالايزد اديما، البومين ما فيش، بروتين كرياتين ريشيو نورمال، سيرم البومين 1.7، كوليسترول 90. ايه الكي في الحاله دي؟ كي واحد بس، كوليسترول هو يعني نورمال او قليل شويه، الالبومين قليل ولا الجنرالايز إديمة؟ لا الالبومين قليل، لان الالبومين هو سبب الجنرالايز إديمة. يا اما ما اكلتوش، كان النيوتريشنال هيستوري كويس، يا اما فقدته في البول او البراز، يا اما ما صنعتوش. دي الحاجات اللي موجوده، فقدته مش في البول. طيب ايه ويتش اوف ذا فولوينج؟ ستارت ستيرويد ثيرابي على انه بقى وات ايفر، اوردر رينال بايوبسي اجريسيف، اوردر ايكو، بروبر هيستوري بالظبط، هيستوري الايه؟ فيدنج طلع كويس، ما عندوش مشكله نيوتريشن، دايريا مال ابسوربشن صح. الصوره دي بالمناسبه تيجي كاردياك برضو، دولت ريستريكتيف كارديو مايوباثي مرات يجوا كده ممكن يحصل لهم كده، بس العينه دي كانت مال ابسوربشن وطلعت في الاخر بروتين لوزنج ايزينوفيليك جاسترو انترايتس. ودي اسباب الجنرالايزد اديما كلها، منهم حاجات بسبب الهايبو البومينيميا الاربعه المشهورين، يا ما اكلتش يا ما صنعتش يا فقدت في البول يا فقدت في البراز، ومنهم حاجات ثانيه الكاردياك والالرجي والاخرانيه يعني بغض النظر. طيب اي لون من دول الطبيعي في البول؟ اي لون؟ اللي في النص واللي في الاخر
ده كويس برضو على فكرة. البول بتاعي الصبح كان كده عادي concentrated urine ما فيهوش اي مشكلة، انما دولت لا دولت مش كده. اكتر سبب للجروس هيماتوريا الحقيقة نيلسون كاتب يوتي اي. احنا بنشوف حاجات تانية الحقيقة بوست ستريبت كوكال جلومينيال فرايتس سأقول كلمة عنها حالا. وايه ده ايه ده نكبره كده دكتور صدقني لو حضرتك حتى هذه اللحظة ما شفتش الحالة دي بالتليفون او بعنيك يبقى انت لسه ما اشتغلتش اطفال اصلا. مشهورة قوي بصراحة. الو دكتور الحقني البنت بتجيب دم في البول. هتسألها تقول لها ايه لونه ايه لونه ايه بس لونه ايه تقول لك اورنج روز عصير بطيخ ده كل الفاظ بنسمعها. تقول لها ايه ايه الكلمة كلمة رضعي برضعه وانت مش كويس مش فاهمة او بيرجع او بيسهل او بيعرق او عنده لوسز او كده تمام. افتكر كويس ان اليوريت كريستالز ميبي مس ايدنتيفايد از بلاد. ده شكل الهيماتوريا اللي هي البوست ستريبت كوكال جلومير نيفرايتس. عاوز بس اقول لما يجي حد عنده جروس هيماتوريا اعمل له سي 3 وسي 4 ولو لقيت السي 3 قليل والسي 4 نورمال يبقى اطمن ولا لا. بالظبط زي شعورك لما عيان يجي بجوندس ورايت هايبوكوندريال بين وتلاقي الهاف اي جي ام بوزيتيف ببقى مبسوط طبعا مبسوط طبعا طبعا. اصل لو ما طلعش كده في سكه طويله بقى وغالبا مش بنوصل وقصص كده. لما تلاقي طب لو لقيته من الاثنين قليلين في حاجات وحش اس ال اي مثلا. الحاله قبل الاخيره مهمه قوي ايه وات از يور كومنت اون ذس سي بي سي. ايه السي بي سي دي فيها ايه انيميا لا انا في حاجه قبل انيميا لازم ما ينفعش اقول انيميا واسكر ابدا ابدا ما ينفعش نورموسيتك نورموكروميك انيميا انا هانفستيجيت ولا لا ما ينفعش ما طب لو هي كانت مايكرو هايبو روح نام واعمل كل حاجه وبعد سنه نبقى نشوفها ودي حديد امبيريكال ومش لازم تعمل ايرون ستاديز عادي خالص ولا حاجه. انما ده لازم يبقى انفستيجيتد والعيان ده بيجري وبياخد بقى فوليك اسيد وبياخد فيتامينات وبتاعات حاجات كتيره جدا وفي الاخر ما بيتشخص عملنا له كرياتين. What is your opinion about this creatinine level في الاطفال؟ المعمل كاتب ان الطبيعي من 7/10 لواحد ونص. ملياش دعوه بالريفرنس بتاع المعمل ده اكيد رقم عالي. ما فيش واحد في الاطفال في الكرياتين ابدا 0.8 7 6 مش اكتر من كده. يعني العيان عنده رينال امبيرمنت وبالسؤال كان عنده بوليوريا وبوليديبسيا وراح للدكتور قال لا حلو ما حلو بيشرب كتير وبيعمل كتير هيمشي المسائل والدنيا تبقى ماشيه كويسه. تاني بقول لحضراتكم دي مهمه النورموسيتك حد شايف فيها سبب عدل اي سبب عدل كويس سي كي دي هيموريج مش عارف هيموليسيس بون مارو انفلتريشن ما فيش سبب واحد عدل خالص يبقى لازم انفستيجيت. انما هنا 1 و2 و5 و10 ايرون ديفيشنسي انيميا المرض ده اسمه اسمه نفرونوفتيسز مش نفروليثايسز نفرونوفتيسز. ايه الامراض الغريبه ده هي لا ده مش غريب وكل دكاتره الاطفال لازم يبقوا عارفين المرض ده ليه. The most frequent genetic cause. بيجي بايه بقى تاني بيجي بانيميا unexplained بوليوريا وبوليديبسيا ورينال امبيرمنت وبيدخل في اند ستيج رينال فيلير مش متاخر في الاند اوف ذا فيرست ديكيت 7-8 سنين يبقى عنده رينال فيلير ويحتاج زرع وحاجات زي كده. بيلفوا كتير جدا على دكاتره الهيماتولوجي وما بيتشخصوش. اخر حاله 5 سنين ولد كومبليتلي نورمال روتين اناليسيس بتاعه اليورين طلع فيه كيتون 1 بلس. راي حضرتك ايه بروبر هيستوري ولا جلوكوز توليرانس ولا سونار ولا بلاد جازس بروبر هيستوري ايه الهيستوري. طيب حضرتك يا دكتور اسامه هتقول ايه هتقول لها ايه انا هسالها سؤال كان صايم قد ايه. انا مش هسال كان صايم ولا لا خلي بالك انا عارف بقى انت تقصد تقول ايه. اقصد اقول ان اي حد صايم لازم يكون عنده كيتونز. ده لو حضرتك صمت وما كانش عندك كيتونز يبقى عندك مشكلة في الفاتي أسيد أكسيديش على طول كده. يبقى ركز في الكلمة حضرتك لو عندي نون كيتوتيك هايبوغلايسيميا this means fatty acid oxidation defect until proven otherwise.
يعني ده موضوع صعب الفاتي اسيد اوكسيديشن هيبقى عنده هايبوجلايسيميا تعمل له يورين اناليسيز ما فيهوش الكلمه الاحدث ما بقوش يقولوا نون كيتوتيك بقوا يقولوا هايبوكيتوتيك هايبوجلايسيميا بس احنا خلينا نون كيتوتيك عشان لو ما فيش كيتونز وانت صايم يبقى انت غلطان يبقى النقطه ده هيت هقول لها كان صايم قد ايه قالت لي يا دكتور ده كان يومها بيرجع وبيسل وما بياكلش وما عدت قد ايه 12 ساعه يبقى الموضوع ايه البروبر هيستوري عدى علينا حضراتكم 10 حاجات الاولانيه كانت ايه البومين البومين بدون حاجه خالص صح كده وقلنا بوستشرال وحاجات زي كده الثانيه كان عنده لا كان مور فاكرين النفروتيك سندروم وستيرويدز والثالثه جلوكوزوريا قلنا عليها اسينشال الرابعه يورين كالشر بوزيتيف بباس سيلز ما فيش بس فانكومايسين كان سنسيتيف الخامسه كان فيه فيفر وذاوت فوكس وقلنا هنعمل سونار لازم وهنعمل كالشر لازم السته منينجو مايلوسين ما تنساش النيوروجينيك بلادر السبعه هايبو البومينيميا وطلعت جي اي تي لوس الثامنه هيماتوريا جروس وكان السي 3 كان من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها هو والسي 4 التاسعه كان نورموسيتيك نورموكروميك انيميا اللي لازم تانفستيجيت لحسن يطلع كرونيك كيدني ديزيز سي كي دي والعشره كان كيتونوريا due to fasting وشكرا لحضراتكم.